الحملة الرابعة للتلقيح تنطلق عبر قطاع التربية، هي فرصة لتلقيح أكبر عدد من المنتسبين للقطاع الذي يعد من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الموجة الأخيرة لفيروس كورونا. ولإنجاح هذه الحملة سخرت وزارة الصحة فرقاً خاصة للتنقل عبر المؤسسات التربوية وتلقيح ممتهني القطاع. نحن كذلك نستقبل السيد وزير الصحة والوفد المرافق له للحديث مع مديرية التربية ومديرية الصحة عبر المحاضرة المرئية الذي هم الآن معنا عبر المحاضرة المرئية لإعطاء التوجيهات اللازمة والتعليمات اللازمة للشروع ابتداء من هذا اليوم في حملة التلقيح الرابعة. حملة التلقيح الرابعة تتزامن والتعليق الاحترازي للدراسة، وفي هذا الإطار تدعو وزارة التربية تجنب خروج التلاميذ للحد من انتشار الفيروس. القرار الخاص بتعليق الدراسة هي ليست عطلة وليست فسحة لأن يخرج أبناؤنا من المدارس ليذهبوا إلى تجمعات أخرى وإلى أماكن مكتظة، وهو ما قد لا يفيد هذه الحملة. وبالتالي الأولياء التلاميذ، جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة لدى القطاع التزمت معنا مشكورة في التحسيس وفي التبليغ لكل الأولياء بأن الأبناء لابد أن يبقوا في المنازل للمراجعة والمذاكرة ولا يجب الخروج أو الذهاب إلى التجمعات. الانتشار السريع لفيروس كورونا في الوسط التربوي عجل بقطاعي التربية والصحة لاتخاذ إجراءات استعجالية للحد من العدوى، مع الحرص على توسيع التلقيح تفاديا للمضاعفات الخطيرة للوباء.